بص يا جماعة، أنا لقيت محل طلعت، واحد صاحبي قال لي عليه فاتح على البحر، حلواني طلعت، يعني عامل كده زي قاعدة صغيرة جوه، يعني زي ما انتوا عارفين طلعت بيها هريسة وحلويات وحاجات زي كده، وبيقدم قهوة كمان معاه، فنطلع نجرب وأقول لكم رأيي عليه. يعني الحقيقة يعني البحر مبقاش باين، ده جليم باي، هو في وش جليم باي، جرين باي سادي الدنيا خالص، محدش شايف، انا وانا على رصيف مش شايف حاجه من البحر الحقيقه، يمكن لما اطلع فوق اشوف، بس مش عارف يعني منظر ما يبسطش، يعني لسان داخل لغايه فين وانا مش شايف البحر. ندخل نشوف الدنيا ونفطر ونقول لكم رايي. يعني هو طلع ممتاز، يعني عارف الإضاءة LED فعاملة مشكلة في الصورة، شكرا. اثنين اتنين في وسط برضه مش ساعة. انت منين؟ قد عليك. المهم الراجل جهز لنا الطلب. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. البحر يبان شوية من فوق. الأستاذ نبيل مرافق ليا في كل الطلعات الإفطارية. شوف الراجل سيبنا بقى جاد وسيبنا فطير وشنطت ودخلنا بقى حلو كل طلعه اسكندريه معروفه حلواني طلعه هذا واحد في اسكندريه كان حاجه جامده ممتازه كده. يعني انتوا عارفين طلعت دايما مشهور بالسمنه البلدي وطعم السمنه البلدي الواضح، جايين نجربه بقالي فتره طويله الحقيقه ما دقتوش، ومهما تشتروا هريسه في امريكا ملهاش اي طعم، يعني حاولت كتير بس ملهاش اي طعم بصراحه، ولا هريسه ولا بسبوسه ولا اي حلويات زي كده ليها طعم. يمكن الجاتو يعني الكيك بتاعهم حلو قوي في امريكا، بس برضو المصري جاتو المصري له طعم. لا يعني المحلات العربي يعني بتجيب حاجات زي كده. المنظر بتاع البحر يعني فوق باين شويه، بس من تحت الحقيقه الناس اللي ماشيه على رصيف مش شايفين اي حاجه. طبعا ده مثال عليه في الفريضه جايين بيه كل قافل رؤيه البحر. المصريين كلهم متضايقين من حكايه اللسان دي، لان مش مستمتعين بالبحر خالص يا جماعه. يعني هو بيزنس، بس في ناس غلابه نفسها تمشي على رصيف ومش شايفه البحر للاسف الشديد. يعني يعني على المهم ندوق الاكل كده ونقول لكم ايه رايهم. بصوا بقى يا جماعه، الحلويات حلوه يعني طازه وكويسه، وطعمها ما اتغيرش عن 15 سنه، يعني من ساعه ما كنت باكلها قبل ما اسافر هي نفس الطعم، محتفظ بنفس الطعم. يمكن يعني نكهه السمنه البلدي قلت بدون شك، قلت عشان غلت بس. يعني انا كنت بحس بيها الاول اعلى من كده بكتير، دلوقتي موجوده بس بسيطه جدا جدا جدا. لو انت يعني مش حريف اكل هريسه من عند طلعت مش هتحس. يعني لا انا كنت باكلها كتير فانا عارف انها قلت قوي، يمكن موجوده بنسبه 10%. بس اوكي. الاسعار غليت يعني طبعا. فخلصت الكلام، لو انت جاي عشان الحلو حلو يعني اوكي حلو جدا. الكوفي بقى لا، مش تخصصهم يعني ما بسطش. القهوه خفيفه ومش مش واحد يعني محترف بيعمل لك القهوه. الكاشير بيقوم يعمل القهوه فبيعملها كاشير بيقوم يعمل لك القهوه ف
كأنك انت عامل القهوة في البيت يعني، او يمكن انت تعملها احسن منه. فلا ما بلاش تشرب قهوة هنا يعني، تاخد الحلو وتنزل على اي كافيه على البحر تشرب قهوة احسن من هنا يعني. بس ده خلصت الكلام. لسه ما حسبتش فمش عارف الاسعار هيبقى شكلها ايه، برضو احاسب واقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. بص يا جماعه، هو انا الطبقين اللي شفتهم دول صغيرين، وقطعة جاتوه كل واحد واثنين كوفي 300 جنيه. 300 جنيه مش عارف غالي ولا لا، بس يعني يعتبر يعني هو طبعا above average. انا مش عارف الاسعار، هل ممكن لو خدت الوجبه دي في اي حته تانيه تطلع اقل ولا لا، بس كله 160 جنيه يعني. بس دي كانت حلقه النهارده. لو انت جاي فانت وخطيبتك انت وزوجتك يعني تعمل حسابك في حوالي 300 جنيه وجبه افطار طبق صغير وقطع الفطار. اشكركم والقاكم الحلقه القادمه ان شاء الله.